عندي برياني سمك. هنشوف مقاديرنا دلوقتي مع حضراتكم وهعمل ايه. عندي سمك فيليه ورز وطماطم وبصل وصوص طماطم وبودرة زعفران وكزبرة خضراء، توم وجنزبيل طازة وعصير ليمون وكاري وفلفل حار وملح وفلفل، وعندي زيت او زبدة. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ خلي بالكو، اول حاجة بعملها هلون الرز بعد ما سلقته كده. خلي بالكم معانا حته كده وحته كده، ده الوان صحيه، دي الوان ايه؟ صحيه. قوم بقى ايه، ادي حبه زيت هنا اهو، وادي حبه زيت هنا اهو. نجيب كده اهو بصلايه كبيره، هنكسرها كسره بسيطه، مش هنطحنها قوي. حبه كاري باودر اهو، انا عايز السمكية سليمة زي ما هي كده، هتتكسر هتتكسر كده. ادي ملح وفلفل اهو. كده هنا بصل، عندي فلفل حراق اهو، وعندي زنجبيل كده اهو، عندي ايه تاني؟ شويه كزبره موجودين اهو، ونروح هركنهم مع بعض كده. دي الكاري بتاعي، وادي شويه بودره زعفران. خلاص، وبص على الرز بتاعي كده استوى اهو.